هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء بأن وضع باطن يديه تجاه الأرض وظهرهما إلى السماء؟ هذا جاء في رواية في صحيح مسلم، لكن المحققون من أهل العلم ذكروا بأنها ليست على ظاهرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الدعاء حتى لكأنه يدعو بظاهر كفيه وليست على ظاهرها. يعني بعض الخطبة في صلاة الاستسقاء لما دعا قال هكذا: اللهم أغثنا. لا، ليس هذا هو المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وبالغ فيها حتى كأن من يراه يظن أنه قد دعا بظهر يديه. هذا هو القول المرجح عند المحققين من أهل العلم، لأنه أيضا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذه الطريقة وبهذه الصفة. والمتشابه من النصوص يرد إلى المحكم. معروف من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل باطن كفيه إلى وجهه، ثم إنه لو دعا بهذه الطريقة بأن جعل ظهر كفيه إلى وجهه لاشتهر ذلك، لأن هذه الطريقة غريبة. فالأقرب والله أعلم ما قاله ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم من أن المقصود من هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الدعاء حتى كأن الناظر إليه يظن بأنه قد جعل ظهر كفيه إلى وجهه، وهو في الحقيقة لم يفعل، إنما بالغ في الرفع هكذا. وفيما يتعلق بالشأن العام، ينبغي للخطيب وإمام المسجد أن يتقيد بالفتوى العامة لعلماء البلد، وأما اجتهاداته الخاصة فهذه يجعلها لنفسه ولا يفرض اجتهاداته الخاصة على الناس. ما دام هناك فتوى عامة لعلماء البلد يتقيد بها ويلتزم بها، لأن إذا كان كل طالب علم سيعمل باجتهاداته الخاصة فيما يتعلق بالشأن العام ما تنضبط الأمور، ما تستقر، ويصبح العامة في إرباك. لذلك ينبغي للخطيب وللإمام أن يلتزم بالفتوى العامة لعلماء البلد حتى تستقر الفتوى ويستقر أمر الناس ولا يحصل الإرباك.